اهلا بيكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من مصر جديده، حلقه الجمعه، وبنبدا حلقتنا زي ما اتعودنا مع بعض ببعض الاخبار الرئيسيه والمهمه. وبنبدا اخبارنا النهارده ببيان صدر عن الاتحاد الاوروبي، البرلمان الاوروبي عفوا، قرار صدر امبارح بتاريخ 24/11، والقرار بيتعلق بحقوق الانسان في مصر. الحقيقه البرلمان الاوروبي زي حضراتكم انتم عارفين طبعا هو مؤسسه ضمن الاتحاد الاوروبي بيمثل فيها دول الاتحاد المختلفه باعضاء في هذا البرلمان منتخبين انتخاب مباشر من دولهم ومن احزابهم في كل هذه الدول اللي هي اعضاء الاتحاد. البرلمان الاوروبي برضو لمن يعني يعلم او لا يعلم، مش هو صاحب السلطه العليا في الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي فيه مستويات تنفيذيه اخرى هي الاكثر يعني قدره، الاكثر صلاحيه في داخل منظومه الاتحاد الاوروبي اللي هي بالاساس منظومه ذات طابع اقتصادي وسياسي. البرلمان الاوروبي يعني نقدر نقول هو منبر للكلام والحديث وتبادل الاراء واعلان المواقف جوه الاتحاد الاوروبي، لكنه ليس الكيان الرئيسي جوه الاتحاد الاوروبي. ده بنقوله عشان مش نهون من البرلمان الاوروبي، لكن دي الحقيقه اللي بيعلمها يعني كل دارس ومطلع على الاوضاع الاوروبيه. البرلمان الاوروبي طلع بيان بحاله حقوق الانسان، والنهارده المجلس النواب المصري اصدر بيان حول هذا القرار، قرار البرلمان الاوروبي بتاع امبارح. مجلس النواب المصري الحقيقه اصدر بيان مطول من حوالي 3 صفحات، لكن هو في الحقيقه يعني يلخص هذا البيان في انه مجلس النواب بالرغم من انه لديه القدره الكامله والحقيقيه في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار اليه والذي لا يتسم جميعه ابدا بالمصداقيه او الحياديه وانتهاج سياسه الوصم والتشهير غير البناءه والمرفوضه والتي ثبت فشلها في عبر التاريخ، اضافه الى صدوره، ودي النقطه اللي جايه مهمه، دون استجلاء راي البرلمان المصري وهو حق كامل له فيما ورد به من ادعاءات لا اساس لها من الصحه والتي لا تستوجب الالتفات لها، فهي محض احاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود. ده المعنى العام اللي البرلمان المصري، مجلس النواب المصري يعني أنشأ عليه بيانه. ولكن وبالرغم من هذا إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار لأن فيه إجلاء للحقيقة وبيانا للأمر. ومجلس النواب المصري اختار 4 حاجات، 4 أشياء مما ورد في القرار، قرار البرلمان الأوروبي. الحاجة الأولى هو قال فيها، فبالأخص قد ورد بالقرار، قرار البرلمان الأوروبي، أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021 ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين. دي أول مخالفة للحقيقة. 2، من جانب آخر تناول القرار، قرار البرلمان الأوروبي، تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرا مطلقا توقيع عقوبات الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، مش بس الإعدام، على الأطفال. أو الواقعة الثالثة أو الأمر الثالث، لأنه زي ما قلنا المجلس النواب المصري اختار نماذج فقط لما يردده البرلمان الاوروبي. كما ورد بالقرار ان المدعو علاء احمد سيف الاسلام عبد الفتاح قد تم اعتقاله تعسفيا بتهم لا اساس لها، ولا يسمح بزيارته الا بشكل متقطع واثر ضغوط دوليه، والحقيقه ده بيقول البرلمان المصري مجلس النواب ان المذكور ليس معتقلا تعسفيا وانما محكوم عليه من قبل السلطه القضائيه بالحبس 5 سنوات لثبوت ارتكابه جريمه جنائيه، وذلك في القضيه رقم 12228 لسنه 21، حيث تمت محاكمته بمحاكمه عادله كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلا عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم. الشيء الثالث
متعلق بالمدعو كما ذكر مجلس النواب المصري تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5/3/2022 ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثق به من قبل النيابة العامة المصرية. والحقيقة أن النيابة العامة المصرية بوصفها جزء من السلطة القضائية قد حققت الواقعة وأصدرت بيانا واضحا بشأنها، أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه معرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف. الواقعة الأخيرة اللي هي أشار إليها مجلس النواب في بيانه في رده على قرار اتحاد البرلمان الأوروبي، أنه تضمن القرار هذا القرار الأوروبي حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين، مشيرا أنه تم اعتقالهم ظلما، والحقيقة أن هؤلاء المواطنون إما مقيدي الحرية تنفيذا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسين احتياطيا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليا. البيان هي استرسل بعد كده في ذكر يعني انه قرار البرلمان الاوروبي بيمس السلطات القضائيه المصريه ويعكس عدم احاطه بالاوضاع المصريه بما فيها طبعا حتى الافراجات. طيب احنا هنحاول يعني نستوضح اكثر هذا المشهد مع ضيفنا الكريم على التليفون سياده النائب طارق رضوان رئيس لجنه حقوق الانسان بمجلس النواب المصري. اهلا بك سياده النائب. اهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ سعادة النائب معلش احنا يعني قرينا جزء صغير من البيان وجوهر بيان مجلس النواب المصري، وحضرتك طبعا اطلعت على قرار البرلمان الاوروبي، وانا ما اعرفش تعليق حضرتك ايه على ما ذكرته انا في البدايه من انه يعني البرلمان الاوروبي هو كيان تمثيلي ليس كيان ذو صلاحيات في الاتحاد الاوروبي في الاساس. بشكر سيادتك طبعا على المقدمه وعلى الطرح اللي حصل، وعايز بس أشير لحاجة أنه هذا ليس قرارا بل بيانا من البرلمان الاتحاد الأوروبي. وللأسف الحقيقة أشكرك أستاذ طارق، أشكرك لأن أنا النص الإنجليزي اللي قدامي فعليا هو بيتكلم على statement مش بيتكلم على resolution، هو بيان بالضبط. مش بيتكلم على قرار، لا مش قرار، يعني لا يوجد قرارات ملزمة صدرت في شأن مصر خالص في خلال العلاقات الماضية. ويعني أنا عايز أشير أن استمرار برلمان الاتحاد الأوروبي في المغالطات والأكاذيب والإدعاءات التي تمت بصلة مباشرة لأعضاء حقوق الإنسان في مصر أصبحت يعني غير مقبولة شكلا وموضوعا. لغة التعالي والاستمرار في استخدام لغة التعالي ومحاولات تصدير قوالب حقوق الإنسان من مفهومهم أصبحت غير مقبولة، خاصة أن معايير ازدواجية في المعايير وفي استخدام ألفاظ معينة ومواضيع معينة مخالفة تماما لحقيقة الأمر أصبحت أيضا مرفوضة. فمن أين يأتون بطلبات الحصول على الغاز المصري أو الغاز من دول الخليج أو من الدول المصدرة للغاز من ناحية، ويطالبون مصر باحتواء اللاجئين على أرضها، ومن أين يطالبون مصر في مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة الغير شرعية، وفي نفس الوقت يتشدقون بملفات حقوق الإنسان، وحتى ما جاء في طيات بياناتهم الصادرة خلال الفترة الماضية هي بيانات شخصية وليست بيانات عامة. فإذا أردنا أن نتحدث عن ملفات حقوق الإنسان، نعم في مصر لدينا تحديات كبيرة تمس ملف حقوق الإنسان، صحيح. ولكن قبل أن نتحدث عن هذا الملف تحديدا، نتحدث عن ملف حقوق الإنسان بدراسة مقارنة، بعمل دراسة مقارنة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر في خلال 20 سنة الماضية وما يحدث الآن على أرض مصر. سيادتك من صعيد مصر وأنا من صعيد مصر، صحيح. وأعتقد أن ملفات حقوق الإنسان لا تمس بشكل مباشر فقط الحقوق السياسية، ولكن تمس الحقوق الاقتصادية والمدنية والاجتماعية،
متمثلة في الحق في رعاية صحية، الحق في التعليم، الحق في توفير خدمات مرفقية، الحق في الحصول على أبسط حقوق وهي منظومة صرف صحي علشان نحمي أهالينا من الأمراض المزمنة الموجودة هناك. من حقي أيضا أن أتحدث عن المبادرات الرئاسية في القضاء على العشوائيات. احنا بنتكلم على إعادة تسكين 1,200,000 مواطن مصري كانوا يقطنون بالعشوائيات في 257 منطقة عشوائية. تم صرف 64 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الماضية لبناء منازل ومجتمعات عمرانية جديدة قادرة على صنع الفارق بالإيجاب في نفوس وعقليات وثقافات هؤلاء، بدلا من أن يكونوا ناقمين على الدولة التي تحتويهم. الآن هؤلاء المواطنين المصريين يحظون على حياة ذات جودة إيجابية، من خلالها سينعكس هذا على المجتمع المصري. أيضا إذا كنا نتحدث عن الحقوق السياسية، فلا بد ألا نخفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذه الاستراتيجية هي إلزام للسلطة التنفيذية تعهد بها السيد الرئيس أمام المجتمع المدني بشكل خاص أو المجتمع المصري بشكل عام. يلعب مجلس النواب أو المؤسسة التشريعية الضامن بصفته لديه الرقابة، يعني سلطة الرقابة والتشريع على أداء السلطة التنفيذية، ومن ثم مجلس النواب سواء متمثلا في لجنة حقوق الإنسان أو لجان المجلس بشكل عام على تطبيق ما يلزم من تشريعات خاصة لتسيير أعمال تنفيذ هذه الاستراتيجية. أيضا شاهدنا تطورا كبير في إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في 24 أبريل الماضي، واستتبع هذا إصدار قرارات السيد الرئيس بالعفو عما يقرب من 1,200 سجين أما حصلوا على أحكام نهائية ويقضون فترة العقوبة أو محبوسين احتياطيا على ذمة القضايا، وإعادة دمجهم مرة أخرى أما بإعادتهم لوظائفهم أو توفير وظائف لكي يندمجوا مرة أخرى في المجتمع المصري. شاهدنا أيضا إطلاق نقط محور شديد الأهمية الحقيقة، وهو الحوار الوطني تم إطلاقه في يوليو الماضي لاحتواء جميع التيارات والثقافات السياسية المختلفة لعرض الرأي والرأي الآخر، ومن ثم يرقب مجلس النواب بصفة السلطة التشريعية ما يتمخض من نتائج جراء هذا الحوار الوطني وما يستلزم من تشريعات لوضعها على الأجندة التشريعية لمجلس النواب خلال الفترة القادمة. كل هذه الإنجازات ويتحدثون وتشدقون بملفات حقوق الإنسان، فإذا أردنا أن نتحدث عن حقوق الإنسان فمن السهل جدا أن نتحدث عن حقوق انتهاكات لحقوق الإنسان وتصدير الإسلاموفوبيا في دول الاتحاد الأوروبي بشكل عام وحوادث التعرض للمسلمين بشكل خاص في العديد من دول الاتحاد الأوروبي. تمام. طب سيادة النائب، يعني الشيء بشيء يذكر حضرتك، لو احنا عدنا الى الوراء 7 سنوات أو 8 سنوات أو 10 سنوات لاكتشفنا انه هناك قضايا كانت الجهات الدولية وايضا جهات مصرية يعني معتبرة في حقوق الانسان تتحدث عنها باعتبارها عوار في حالة حقوق الانسان، يمكن كان من ابرزها ومن اهمها ما يهدد النسيج الوطني المصري الواحد المسيحي المسلم. ونحن الان يعني منذ سنوات على الاقل 7 أو 8 سنوات، وحضرتك انا اذكر ايضا باننا تنتمي الى صعيد مصر ونحن من هناك حيث كانت معظم الوقائع المؤسفة تقع هناك. اليوم لا نجد الحمد لله شيء يذكر في هذا الملف، وخاصة مع وجود تشريعات زي قانون بناء الكنائس، مع وجود سياسات، ولا نجد أي كلمة واحدة عن التقدم الكبير والمذهل الذي حدث في هذا الملف
ده لدى سواء الاتحاد الاوروبي او البرلمان الاوروبي او اي جهه دوليه. هل ده معناه انه هناك عين ترى واخرى تغمض؟ يعني بالطبع يا فندم. يعني النهارده احنا بنتكلم على تقنين اوضاع الكنائس المصريه، عمل قانون خاص ببناء الكنائس وترميمها، بنتكلم في 2500 ترخيص جديد صدر خلال السنه الاربع سنوات الماضيه اللي هي بناء كنائس جديده وتوثيق اوضاع كنائس كانت مبنيه بشكل مخالف. مش الحمد لله احنا مش شايفين اي مشكله مع قطبي الوطن المسلم والمسيحي. حاول الكثير والطيارات يعني المغرضه شق هذا النسيج الوطني، سواء بالتهديد المباشر او محاولات التدخل من الغرب في الشأن الداخلي المصري. رأينا حرق لكنائس في 2013، ورأينا أيضا في المقابل بناء أو إعادة بناء وترميم كنائس المصرية بعد حرقها في أعقاب ثورة 2013. رأينا أيضا محاولات لاستهداف الإخوة المسيحيين، وعندما فشلوا تم استهداف المسلمين أيضا. صحيح. في أداء صلواتهم في يوم الجمعة المسلمين الآمنين السالمين العزل تم استهدافهم بتفجير واستشهاد ما يقرب من 325 مصلي في يوم جمعة في مسجد الروضة. نعم. فيعني في محاولات دائما وأبدا محاولات شق لحمة الوطن أو النسيج المصري موجودة سواء من الخارج استهدافها خارجيا أو من خلال الإرهاب الممنهج. طب بمناسبة الإرهاب يا أستاذ طارق، يا أستاذ النائب، وده أنا الحقيقة معتمد هنا على خبرتك وذاكرتك في مجال حقوق الإنسان واحتكاكك أيضا بالأوساط الدولية كلها، حضرتك هل تتذكر، لأني أنا شخصيا لا أتذكر، أنه في أي وقائع مش عايز أقول صغرى للإرهاب الذي ينهي الحق في الحياة الذي يقتل، هل تتذكر حضرتك أنه هناك البرلمان الأوروبي أو المؤسسات والمنظمات الكبرى المعروفة في العالم زي الهيومن رايتس ووتش أو الأمنيستي أو غيرها أصدرت شيء يتعلق بقتل مسيحيين أو مسلمين في عمل مصر على تأمين حدودها الغربية والجنوبية مع ليبيا، والتي تمتد بطول 1100 كيلومتر أو مع ليبيا و900 كيلومتر مع الحدود السودانية أو الحدود الجنوبية المصرية، وأيضا التهديدات التي كانت تأتي لنا من الشمال من البحر الأبيض المتوسط. لم نرى أي بيانا يشجب محاولات الإرهاب التي حدثت على أرض مصر وراح جراءها أو استشهد جراءها العديد من أبناءنا. في حق أعلى من حق الحياة أستاذ طارق في لا، هذا لا يعنيهم يا فندم. حق الحياة هو أظن الحق الأول مش كده، ولا في حق قبله لدى الغرب الآن. هذه الصورة التي أراها أنا كطارق رضوان المواطن المصري، الحق في الحياة هو الحق في المثلية الجنسية، هذا هو مطلب ومقصد دول الاتحاد الاوروبي. ومحاوله حضرتك شايف النهارده محاوله تصدير هذه القضيه كقضيه يعني قضيه الكوكب بشكل عام، تقنين اوضاع المثليه الجنسيه، ومحاوله تصدير هذه القضيه في محفل رياضي يتم استخدام هذه القضيه في التدخل في الشان او الامور السياسيه بشكل عام. طيب انا برجع مره ثانيه برضه يا استاذ طارق، عشان تعليقا على بيان مجلس النواب المصري، بيان مجلس النواب المصري اشار الى ما اشار اليه البيان البرلمان الاوروبي من ذكر حاله. يعني انا طبعا كلنا نتعاطف ونقدر ونترحم على اي شخص انتقل الى رحمه الله، ولا نقبل ابدا انه اي شخص يعني يتعرض لاي اعتداء يودي بحياته، لكن انا بستغرب في نفس هذا السياق انه عندما يكون هناك شخص رحمه الله عليه الباحث ايمن هدهود يذكر في بيان
باعتباره بالمخالفة للحقيقة وللنيابة وللتحقيق ولمصلحة الطب الشرعي قد قتل بغير حق كما يقولون. وبرنامج المصري رد عليه. وفي نفس الوقت عندنا عشرات من الأسماء المجهولة بالنسبة لهم قتلوا مثلا في تفجير الكاتدرائية المصرية، و320 شخص من المسلمين قتلوا في مسجد الروضة، ولا يذكر أي اسم منهم ولا حتى رقم لهؤلاء، ويدان الاعتداء في الحق في الحال الحق في الحياة. للأسف الشديد يا دكتور ضياء، أنه زي ما قلت لسيادتك في بداية مداخلتي، أن للأسف برلمانيين برلمان الاتحاد الأوروبي يعني ليس لديهم دوائر تهم هؤلاء البرلمانيين وتحديات مثل التي نشاهدها في دوائرنا الآن. هم يتم انتخابهم لمدة الدورة البرلمانية ويذهبون إلى برلمان الاتحاد الأوروبي ويطلق ويعني يفتحون أبواب برلمان الاتحاد الأوروبي لسماع الرأي الذي يحلو لهم والذي يصنع لهم أفيش أو يصنع لهم عناوين إعلامية كبيرة رنانة، صحيح، يستغلونها سواء كانت في تويتات أو بيانات تصدر هنا أو هناك. لحقيقة الأمر أنني قمت بالفعل بزيارة رسمية لبرلمان الاتحاد الأوروبي والالتقاء مع لجنة العلاقات الخارجية ولجنة حقوق الإنسان في برلمان الاتحاد الأوروبي، وتحدثنا، والحقيقة كان مخصص لي جلسة لمدة نصف ساعة، امتدت هذه الجلسة إلى ما يقرب من حوالي 3 ساعات. تم خلالها عرض تقرير الصادر من السيد إيمون جيلمور، وهو وزير مفوض من الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان. والحقيقة كان في زيارة قبلي في أبريل الماضي لجمهورية مصر العربية، والالتقاء مع ممثلي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وأيضا الالتقاء مع العديد من المجالس القومية، منها مجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي لذوي الإعاقة، المجلس القومي للأمومة والطفولة. وتم عرض جميع الملفات الخاصة بهذه الجهات. والحقيقة السيد جيلمور قام بعرض تقريره للاتحاد الأوروبي، وجاءت تطيات هذا التقرير بإشادة بالغة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر. عندما تم الإشارة لهذا البيان أثناء عرضي أو المناقشة في الجلسة المخصصة للمناقشة معنا، الحقيقة يعني أنا كنت مبسوط، وهناك برلمانيين في الاتحاد الأوروبي وبنسبة كبيرة متعاطفين مع القضية المصرية، ولكن أصحاب الأفواه الكبيرة دائما وأبدا، صحيح، هم من يضعون أذانهم في أفواه المتشدقين بملفات حقوق الإنسان، سواء كانت الجماعات الإرهابية أو المنظمات التي تتلقى معونات من البرلمان من الاتحاد الأوروبي. طيب استاذ طارق، يعني سؤالي الاخير، انا يعني متاكد من اجابته لكني ساطرحه على حضرتك، لانه بيان مجلس النواب في الفقره قبل الاخيره اكد على انه مجلس النواب المصري حريص كل الحرص على مد اواصر الصداقه والتعاون مع الشركاء كافه بما في ذلك الاوروبيين، متفهما رغبه بعض المؤسسات البرلمانيه في الاعراب عن اهتمامها بالشان الداخلي المصري لما تتمتع به مصر من ثقل سياسي، لا سيما انها كانت وما زالت ركيزه الامن والاستقرار بالمنطقه، الا ان هذا الاهتمام يجب ان يقوم على اساس من الاحترام المتبادل والتعاون بعيدا عن سياسات الاملاء والرصد والتدخل في الشؤون الداخليه. استاذ طارق رضوان، رئيس لجنه حقوق الانسان في مجلس النواب، هل اللجنة والمجلس والأطراف المصرية الأخرى ذات الصلة بالعلاقات مع الأوروبيين، هل لديكم، أنا عارف الإجابة لكن بأؤكد، أي مانع ولا لديكم أي يعني رفض لاستكمال التعاون واستكمال التفاهم واستكمال التشاور والتفاوض والدعوة كل من يهمه الأمر لكي يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ما يحدث في مصر؟ طبعا لا، واعتقد ان سيادتك كنت خير شاهد على هذه الاجابه. احنا قمنا بدعوه العديد من البرلمانيين في برلمان الاتحاد الاوروبي،
يمكن كان آخرها زيارة في بداية يعني بداية شهر أكتوبر الماضي، وأعتقد أن سيادتك التقيت مع السيد لوبيز الأمين العام لكتلة البرلمانية الاي بي بي المتحكمة في أو يعني أحد الأحزاب أو التيارات السياسية ضمن تحالف الأغلبية في برلمان الاتحاد الأوروبي، واللي أشاد بما شاهده على أرض مصر من تطورات. إحنا بالعكس منفتحين جدا على الآخر، ندعو من يرغب في مناقشتنا وطرح القضايا بالشكل اللائق للحضور إلى مصر لعرض الرأي وسماع الرؤية المصرية واستجلاء المعلومة من مصدرها وهو المنبر المقابل لهم وهو البرلمان المصري. أنا الحقيقة أشكرك على الإجابة التي كنت أعرفها ومتأكد منها ومتأكد أنها مورست وستمارس في الحاضر والمستقبل من أجل مزيد من التفاعل، من أجل مزيد من إيضاح الحقيقة والتأكيد على أنه حقوق الإنسان ليست قرار يتخذ فينفذ. حقوق الإنسان عملية طويلة تتم، ولكن طالما توفرت الإرادة وهي موجودة في مصر وبدأ وتوفرت البدايات السليمة وهي موجودة في مصر، فأظن أننا سنصل إلى ما يليق بالمواطن المصري وليس بما يطالب به أي طرف خارجي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري. الحقيقة احنا يعني الخبر ده كان رئيسي وكان لازم ناخده من كل جوانبه. دلوقتي عندنا فاصل سريع نخرج إليه ونرجع إلى فقرتنا التانية مع ضيوفنا الكرام. في 2016 وفقا لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب اتشكلت لجنة العفو الرئاسي بعد دعوة السيد رئيس الجمهورية لتشكيل مجموعة عمل من الشباب المشاركين في أعمال المؤتمر لمراجعة أسماء المحبوسين. تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا مبادرة السيد رئيس الجمهورية. أكدت إن الهدف الأساسي هو إعلاء مصلحة الوطن، وبمرور السنين وبتحقيق إنجازات بتأكد إننا ماشيين على الطريق الصحيح، بيزيد إحساسنا بأهمية إننا نبقى واحد. علشان كده تجددت دعوة السيد الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية بإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي للإفراج عن عدد من الشباب المحبوسين وإعادة دمجهم في المجتمع بشكل طبيعي. إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ولا أخفي عليه سعادتي البالغة في خروج الدفعات لعدد من أبنائنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية، وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعا وإن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. توصية الرئيس قبلت استحسان كبير من مختلف القوى السياسية اللي أكدت إن عمل لجنة العفو الرئاسي هيكون واحد من أهم وسائل تدعيم الحوار الوطني وتفعيل مخرجاته.
لجنة العفو الرئاسي غير محددة بسقف زمني، لأنها هتمارس عملها لحد ما يتم الإفراج عن كل شخص بتنطبق عليه المعايير والشروط. جديدة، حلم جيل بيتحول لحقيقة. الحوار الوطني، طريقنا للجمهورية الجديدة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية في فقرتنا الرئيسية. والحقيقة فقرتنا النهاردة زي ما شفتوا في الفيلر شهر نوفمبر، احنا لسه النهاردة يعني 25 نوفمبر، من يوم 1 نوفمبر اليوم اللي انعقدت فيه القمة العربية في الجزائر لغاية النهاردة، بالإضافة للقمة العربية انعقدت حوالي 6 قمم أخرى في مختلف يعني بلاد العالم ومناطق العالم، من أول قمة مجموعة الـ20 طبعا في بالي في أندونيسيا، قمة حوار المنامة في البحرين، طبعا قمة شرم الشيخ الكوب 27، ملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب، قمة الفرنكوفونية في تونس، قمة أبيك اللي هي منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا ومحيط الهادي. بالتالي في يبدو في النظام الدولي اللي كلنا بنتكلم عنه من بدءا من 24 فبراير تاريخ دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا والنتائج المتتالية له سواء اقتصادية أو سياسية، بنتحدث عن هل يا ترى في نظام دولي جديد؟ سؤالنا ده هو النهاردة، هل هذه القمم في هذا الوقت وهذا التوقيت صدفة، ولا هو معاد دوري، ولا إذا كان معاد دوري طب جداول الأعمال تؤدي إلى ماذا في طبيعة النظام الدولي؟ ده سؤالنا اللي احنا يعني لم نجد أفضل من ضيفين كريمين يعني يجيبون عليه. الأستاذ الدكتور عبد العليم محمد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبير في أشياء كثيرة. أهلا بك دكتور عبد العليم. أهلا بك دكتور. أهلا بك. والأستاذ الدكتور محمد كمال، خبير العلاقات الدولية قطعا ومدير معهد الدراسات والبحوث العربية. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك دكتور. أنا هبدأ بحضرتك، هل إحنا ملاحظتنا في مكانها ولا بنبالغ؟ يعني أنا أعتقد يعني استخدام كلمة النظام الدولي كوحدة للتحليل أصبحت محتاجة مراجعة. يعني أنا لا أعتقد أن في حاجة دلوقتي نقدر نقول عليها نظام دولي. النظام الدولي مرتبط بأنه في دولة مهيمنة بتقود هذا النظام. النظام الدولي مرتبط بفكرة أنه في قواعد معظم دول العالم بتؤمن بيها وتطبقها. النظام الدولي مرتبط بوجود مؤسسات بتنفذ هذه القواعد. أنا أعتقد يعني حدث تراجع كبير جدا في الثلاث مؤشرات دي. لو بنتكلم على أن الولايات المتحدة هي اللي أقامت ما يسمى بالنظام الدولي الليبرالي بعد الحرب العالمية الثانية وقادت هذه المؤسسات الدولية، لا، في تراجع كبير في دور الولايات المتحدة كقوة مهيمنة، وفي تحول نحو الداخل أو يعني تحول للاهتمام بمناطق معينة ذات أهمية استراتيجية وليس العالم كله. في تراجع في الأفكار اللي هي مرتبطة بظاهرة العولمة وحرية التجارة وإلى آخره، مبادئ عامة بتحكم العالم، والآن في توجه نحو الشعبوية والأفكار الوطنية والقومية إلى آخره. في أيضا ضرب للمؤسسات الدولية والاتفاقيات حتى الدولية، زي لما الولايات المتحدة تراجعت عن توقيعها على موضوع بروتوكول باريس للمناخ، في تراجع لدور الأمم المتحدة، الولايات المتحدة انسحبت من منظمة الصحة الدولية إلى آخره. فأنا أعتقد العالم بيتحدث الآن عن مفردات مختلفة. أحد هذه المفردات التعاون متعدد الأطراف، يعني تلاقي مجموعة من الدول بتتعاون يا إما في إطار إقليمي معين أو في قضية وظيفية أو نوعية معينة زي قضايا المناخ. في أيضا تحول من العولمة
كظاهرة بتحكم العالم إلى ما يسمى الإقليمية، بمعنى كل إقليم بقى ليه تفاعلات بين أعضائه، في قوى إقليمية مهيمنة دورها أكبر من القوى الكبرى. فدي الحقيقة الظواهر اللي موجودة واللي نتج عنها اللي احنا شفناه ده، يعني القمة العربية في نظام إقليمي عربي بشكل ما، قمة العشرين ده تعاون بين مجموعة من الدول أقوى اقتصاديات في العالم، قمة المناخ تعامل متعدد الأطراف في قضية معينة بشكل ما. القضية الأخيرة أو النقطة الأخيرة عايز برضو أقولها هنا، إنه بقى في عودة مرة أخرى لما يسمى الجيوبوليتكس والتنافس بين القوى الكبرى. يعني بعد ما كنا بنتكلم على العولمة وإنه الاقتصاد هيوحد العالم والقيم لا، رجعنا مرة أخرى لأهمية الجغرافيا والتنافس على مساحات معينة من الأرض، وربما نجد يعني عودة أيضا للتنافس الأيديولوجي. الولايات المتحدة بتعيد طرح نفسها كنموذج ليبرالي معين في مواجهة نموذج آخر بتطرحه الصين. فيعني العالم يعني في حالة سيولة، ومن الصعب التحدث عن فكرة النظام العالمي كوحدة تحليل كما كنا نتحدث من قبل. ممتاز. طيب أنا هاخد الكلام الدكتور محمد قال الدكتور عبد العليم وأضيف إليه آتي، إنه إحنا كل ما يقول الدكتور محمد دقيق طبعا، لكن في النهاية هل سيؤدي يعني الوصف الحالي انه النظام العالمي قائم كان على دولة قائدة وقواعد للتعامل ومؤسسات. النظام الدولي اللي اذا سميناه، اذا قبلنا هذه التسمية، اللي هو بيتشكل الان، هيفضل القواعد اللي موجودة في ميثاق الامم المتحدة محدش هيلغي ده باليقين، ومحدش هيلتزم بيه ده برضه باليقين، ومؤسسة الأمم المتحدة غالبا لن تزول إلا بحرب أخرى زي ما زالت عصبة الأمم بحرب عالمية، فهتفضل الأمم المتحدة. لكن ما نتحدث عنه، يمكن ده بشرح لنفسي أكتر، إن هو نتحدث عن مضمون النظام الدولي وليس الشكل. فهل حضرتك مع كلام دكتور محمد وما أفسره أنا بأنه النظام الدولي الآن مضمونه بيتشكل لكن شكله هيفضل زي ما هو، يفضل مجلس الامن والجمعيه العامه والوكالات المتخصصه وكل شيء، لكن فكره الاقليميه وتكتلات المصالح الاخرى على الصعيد السياسي هتبقى هي الاكثر هيمنه، ويمكن اكثر ده هيبان على الصعيد التجاري والمالي والاقتصادي؟ انا اوافق الدكتور محمد واوافق حضرتك من زاويه من ناحيه اللي قال الدكتور محمد. انا تعبير النظام نفسه ونسبته للدول هو تعبير مجازي اكثر منه هو شيء. هو سؤالي معلش انا اسف فقط، هو كان في لحظه ما واقعي يعني بعد الامم المتحده ربما يعني كان في فتره القطبيه الثنائيه كان بدرجه ما في درجه من التحكم والسيطره على التفاعلات الدوليه. بعد اذنك يعني ما اكون بقطع حضرتك، الفتره اللي هي انتهت فيها الحرب البارده يعني اثناء حرب البارده كان في نظامين دوليين، كان في انقسام يعني نظام يدور حول الولايات المتحده ونظام يدور في فلك، لكن في لحظه انهيار الاتحاد السوفيتي لا، وهيمنه الولايات المتحده بدا الحديث عن نظام دولي. فاكر وايام جورج بوش والنظام العالمي الجديد وهذا الكلام، ولكن الحقيقه دي كانت لحظه وانتهت بعد ذلك. موافق تمام دكتور محمد علي. فبقول ان تعبير مفهوم النظام نفسه ونسبته الى الدول يبقى نظام دولي تعبير اقرب الى المجاز منه الى الواقع. صحيح. لان هذا المفهوم وكما تعلم استاذ الدكتور محمد ايضا انه مستوحى من العلم الطبيعي وفي سياق تطور العلوم السياسية كعلوم اجتماعية وسياق محاولة هذه العلوم اكتساب المصداقية العلمية للعلوم الطبيعية استخدمت بعض التعبيرات المستخدمة في المجال العلم البحث في المجال زي النظام، مفهوم النظام زي كلمة النظام. لكن هل هناك الفارق كبير جدا بين النظام في الحالة الوطنية وبين النظام الدولي؟ لأن النظام لا يمكن أن نتحدث عن كلمة نظام إلا إذا كان في معايير واضحة وفي سلطة تشرع وتنفذ آمرة
ده موجود في النظام الوطني، النظام الوطني في حكومة، في نظام، في قانون، في مجلس شعب بيشجع، في قانون بيطبق على القوي وعلى الضعيف بدرجات متفاوتة وكده. لكن في الحالة الدولية بالذات الراهنة حالة يعني فيها تسيب وفيها سيولة لا يمكن تحديدها، بدليل ان القوى الكبرى الان يعني روسيا عندما غزت اوكرانيا بتاخد على الولايات المتحده الامريكيه انها قامت مسبقا بغزو العراق دون سند من القانون الدولي ودون موافقه من القانون الدولي ودون موافقه من معظم الدول المجتمع ده. فبالتالي لدينا هنا نقاط كثيره تتعلق بطبيعه هذا النظام. ومع ذلك انه القمم اللي هي المتناسقة اللي حضرتك أشرت ليها في الشرق والغرب وفي العالم العربي وفي مصر وغيرها ليها دلالات إنها بالتأكيد هي تجمعات يعني الأسيان، تجمعات العشرين والاستثناء طبعا قمة شرم الشيخ، قمة متعددة الأطراف وقمة يعني تكاد تكون كونية. ففي تباين شديد جدا في المصالح الجيوستراتيجية للدول الكبرى، وكل دولة بتحاول أن تجند عدد من الدول أو تستقطب عدد من الدول لتشكيل، كما الاتحاد الروسي أنشأ منظمة الآسيوية اللي بتضم دول الاتحاد السوفيتي السابق وبيستند إليها وبيعتبرها منظمة دولية. كذلك الأمر في حالة فرنسا الآن إنها تعمل المنظمة الفرنكوفونية وتبعث فيها الحياة لكي تصبح تكتل دولي أو رابطة فاعلة من الناحية الدولية. فبالتالي لدينا مصالح متباينة يترتب عليها فعلا ظهور تكتلات لا يمكن الجزم بطبيعة مستقبلها، هل تتحول إلى أقطاب مؤثرة في النظام الدولي أو لا أو لا. قبل ما انقل للدكتور محمد للحوار في نفس الاتجاه، لكن عندنا يعني خبر كنا بنتكلم فيه من شويه وهو يعني ليس بعيدا عما نتحدث، اللي هو النظام الدولي والتفاعل بين اطرافه، والاتحاد الاوروبي طرف كبير في النظام الدولي الان وفي العالم، وكنا بنعلق على بيان البرلمان الاوروبي اللي اصدره فيما يخص حاله حقوق الانسان في مصر كما اسماء يعني، وكان معنا النائب طارق رضوان واظن حضراتكم استمعتم اليه. انا اعتقد ان حضرتك عندك تعليق ويمكن الدكتور عبد العليم ايضا على هذا الموضوع. تمام، يعني في لو اخذنا الكلام اللي قلناه في البدايه ونبني عليه، يعني اولا فكره الوحده الاوروبيه الان في تراجع، يمكن يعني لما كنا في كليه الاقتصاد وبندرس كنا بندرس الاتحاد الاوروبي كنموذج وليه العالم العربي ما يبقاش لا، فكره الوحده الاوروبيه الان هي ضحيه للتوجهات الشعبويه والتوجهات القوميه، والمشاريع التطوير اللي موجوده الان ليس الهدف منها تقوية مؤسسات الاتحاد، ولكن تقوية دور الدول داخل مؤسسات الاتحاد، دور الدول القومية، وده المشروع اللي بيطرحه الرئيس ماكرون. أيضا أنه مساحات الوحدة الأوروبية تكاد تكون تجمدت، يعني عندهم سياسة زراعية مشتركة، عندهم سياسة اقتصادية وتجارية مشتركة، لكن في تعثر كبير فيما يتعلق بالسياسات الخارجية وسياسات الدفاع. نيجي بقى للبرلمان الأوروبي. الحقيقة واحنا بنقول برلمان الأوروبي هو اسمه برلمان، ولكن هو ليس المؤسسة التشريعية للاتحاد الأوروبي، بمعنى الاتحاد الأوروبي فيه عملة واحدة اليورو، فدي عملة الاتحاد الأوروبي، مفيش فرنسا لسه محتفظة بعملتها ولا ألمانيا إلى آخر، لكن بنجد الاتحاد الأوروبي موجود والبرلمان الألماني موجود والبرلمان الفرنسي والبرلمان الإيطالي يمارس دوره التشريعي والرقابي، وبالتالي دور الاتحاد الأوروبي دور محدود جدا، البرلمان الأوروبي أنا آسف، دور محدود جدا يتعلق بسياسات الاتحاد الأوروبي كمؤسسة، يعني يشرع في مجال السياسة الزراعية، يشرع في مجال التجارة، يشرع في مجال، لكن حتى لا يستطيع أن يشرع في مجال الاختصاص الوطني لدولة زي فرنسا وزي ألمانيا. ده برلمانها هي اللي قرر ده. لا برلمانها وإحنا الحمد لله علاقتنا طيبة مع كل ما بنسمعش إن في بيان طالع من برلمان من هذه الدول. فهو دوره فيما يتعلق بدول الاتحاد
دوره فيما يتعلق بالعالم، زي الموضوع اللي أثير بالنسبة لمصر، هو دور استشاري ودور رمزي، ومش عايز أقول مكلمة، ولكن هي ساحة للحوار والنقاش إلى آخره. وبالتالي يعني وحضرتك قلت الحقيقة ده مش قرار، ده بيان ستيتمنت، فيجب أن يؤخذ في هذا الإطار، لكن من المهم طبعا الرد عليه. ويعني هو اتعودنا أن دايما كده بيطلع لك يعني أخبار سلبية أو طاقة سلبية بتنفتح في وجهك، لابد أنت تتحدث عن الطاقة الإيجابية اللي موجودة عندك في مجال حقوق الإنسان أو غيره من المجالات. النقطة الأخيرة برضو في التعامل مع مثل هذه الملفات، وأنا يعني كان ربما ليا خبرة سابقة في التحاور مع بعض الجهات الدولية اللي كانت بتثير هذه القضايا، في مؤسسات معينة لن تغير وجهة نظرها صحيح. مهما أقنعتها ومهما قدمت لها البراهين، لأنها يا إما دي أيديولوجية، يا إما ده أكل عيش، يا إما مرتبطة بمصالح معينة داخل الدولة خاضعة لتأثيرات جماعات مصالح معينة. فالحقيقة لازم يعني الواحد يعني يقدر وزن هذه الأمور حاجة، لكن الحاجة التانية لابد أيضا من البحث والتعاون عن هؤلاء الذين يشتركون معنا في وجهة النظر داخل البرلمان الأوروبي وغيره. يعني أنا أعتقد في في كتل برلمانية قوية حتى لو في اليمين الأوروبي مهتمة جدا بقضايا مكافحة الإرهاب، شايفة الإسلام السياسي خطر، فدي الجهات زي ما بترد على الجهات اللي بتطلق هذه الطاقة السلبية، لابد أيضا أن تتعاون مع هؤلاء الذين لا ينتقدونك، ولكن تشرح لهم وجهة نظرك بشكل جيد، لأن في مساحة للتوافق معهم، وممكن يبقى دورهم هو مناقشة هذا الطرف الذي يقدم الانتقادات. طيب عليم، ومن واقع برضو خبرة حضرتك في حاجتين، أنك أنت يعني في مجال حقوق الإنسان، وأنت يعني موجود في منظمات مصرية وطنية كثيرة منذ نشأة الحالة، وكمان باعتبار حضرتك يعني دارس في أوروبا وفي فرنسا بالتحديد. والسؤال هنا بشكل واضح ومباشر، وكنت بتكلم مع النائب طارق رضوان فيه، حقوق الإنسان هل هي قرار تنفيذي يتخذ فينفذ، ولا هي عملية تاريخية بتاخد وقتها؟ وقتها ده مش معناه ارجائها الى ما لا نهاية، لكن تراكم ابعادها من اول الثقافة مرورا بالمؤسسات انتهاءا بالاجراءات. وحضرب مثال عشان فرنسا مثلا بالتحديد، احنا لسه لغاية السنة دي لغاية زيارة الرئيس ماكرون للجزائر، والناس في الجزائر يتحدثون عن قبل 60 عاما واكثر، 70 سنة من سنة 54 في القرن الماضي، من اختراقات وصلت إلى جرائم ضد الإنسانية لم يعترف بها ولم يعتذر عنها حتى اللحظة، من فرنسا طبعا تجاه الجزائر. يعني تمام، احنا في مجال حقوق الإنسان سواء تعلق الأمر بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان أو بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان أو بكافة الفعاليات التنظيمية الخاصة بهذا المجال، كلها لا شيء فيها يلزم الدول باتباعها، فقط تناشد الدول احترام حقوق الإنسان، احترام مواثيق الأمم المتحدة، تقدم التوصيات والشكاوى للحكومات للنظر فيها، لكن ليس هناك صفة إلزامية لهذه الأشياء، إلا باستثناء طبعا عندما تكون حالة متفاقمة ويتم فيها تشكيل لجنة تقصي حقائق أو ما دون ذلك. لكن بشكل عام حقوق الإنسان دي يعني هناك تخضع لنظرات نسبية متفاوتة، يعني الأوروبيون الآن ينظرون، أو على الأقل المجموعة اللي تحدث عنها الدكتور كمان في المجلس البرلمان الأوروبي اللي هي أصدرت هذا البيان، سواء كانت أغلبية أو مجموعة مؤثرة أو ما دون ذلك، هذه المجموعة يعني لها وجهة نظر خاصة بحقوق الإنسان، يعني اللي هي إنها تركز على جزء من حقوق الإنسان اللي هو الحقوق المتعلقة
بالحق التعبير وحق إبداء الرأي وحق التظاهر، الحقوق المتعارف عليها، لكن لا تنظر للنصف الآخر من الكوب المملوء اللي هو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والتي تعنينا والدينية تعني والدينية وغيرها والمساواة الوطنية وحق الحياة وحق الحياة في بلد كمصر، يعني بلد فقير كمصر وغيره من البلدان اللي هي، ومصر بذلت جهدا ملموسا في إزاء هذه الحقوق، حق السكن وحق التنقل وحق الحياة وحق العيش الآدمي وبناء مساكن لائقة، ده جانب من الحقوق. فبالتالي أنا رأيي أن وجهة النظر الأوروبية سواء صدرت عن البرلمان الأوروبي أو أي منظمة حقوقية هي وجهة نظر تتعلق بجزء من حقوق الإنسان، ولكنها تتجاهل ما لا يلقى هوى لديها، لأن هي بتركز على حقوق التعبير وحقوق التظاهر. هناك يعني حزمة حقوق متكاملة، لا ينبغي التركيز على أحد هذه الحقوق دون هذه الحقوق الأخرى. عظيم. طيب هنرجع لموضوعنا تاني دكتور محمد، هو مش بعيد عن اللي احنا بنقوله، لأنه حضرتك فيما ذكرت وده أمر الحقيقة يبدو بيواجه يعني اللي بنسميه نظام الدولة أو العالم الجديد، وهو فكرة القواعد والقيم اللي بتحكم، اللي لازم تبقى فيه توافق حواليها، وانه ميثاق الامم المتحده حتى الان شكليا متوافق حوله ما بين كل الناس. طيب في ظل تبعات ونتائج الحرب الروسيه الاوكرانيه واللي هي امتدت مش بس في منطقه اوروبا وشرقها، لا ده احنا دخلنا على منطقه اسيا والصين والهند ومناطق اخرى من العالم، وشهدنا الشرق الاوسط والخليج العربي يعود يعني بحنين قديم الى عدم الانحياز ويخرج من فكره الانحياز الى كتله. العالم اللي بيتشكل ده ايا كان مضمون النظام، هو الشكل هيفضل لكنه مضمون النظام الدولي، هل على مستوى القيم اللي هي جزء منها بقى حقوق الانسان، لو تشكل نظام متعدد الاقطاب تمام وشهدنا مثلا او قطبين ان روسيا والصين احد هذين القطبين، وانه الغرب الاوروبي والامريكي في قطب اخر، القيم دي غير دي صح، هل فكرة حقوق الانسان وغيره من الافكار اللي كانت مرتكزة على فكرة العولمة اللي يبدو انها انهارت هيبقى لها مكان ولا هنشهد نظام قيم؟ لا، نظام قيم اخر. انا اعتقد بدأنا نشهد نظام قيمي متنوع، يعني ولا يوجد فيه ما يسمى بالنموذج الأمثل، وفكرة النموذج الأمثل أصبح ينظر إليها بشكل نسبي وأنها نتاج لتجربة تاريخية معينة وجهد بشري معين. بمعنى يعني فكرة الديمقراطية بالأساس هي دي ليست فكرة إلهية مقدسة، ولكنها فكرة بشرية تطورت في السياق الغربي من اليونان ومن ديمقراطية المدينة التي كانت تجمع كل المواطنين إلى فكرة الديمقراطية التمثيلية التي بتختار منها شخص يمثل الآخرين. حتى في الغرب نفسه هذه الفكرة أصبحت محل مراجعة، الليبرالية التمثيلية الديمقراطية. يعني دلوقتي بيقولك أنا عندي السمارت فون وأقدر أبدي رأيي، أنا ليه محتاج ممثل ليا في البرلمان؟ طب ما تعمل لي استفتاءات على طول، والتكنولوجيا تمكنك من تجميع كل الاراء بالظبط من خلال استفتاء وخد راينا ككل ديمقراطيه المدينه عبر التليفون الذكي السمارت فون التليفون الذكي. يعني الفكره الاخرى انه يعني اختيار النائب برضو في النظم الغربيه وخاصه الولايات المتحده بيخش فيها عوامل كثيره بتتعلق بالمال، تاثير المال وجماعات المصالح الى اخره، وايضا قد لا تاتي بأفضل شخص لإدارة شؤون الحكم. يعني بدأ في مراجعة لموضوع الكفاءة في الحكم، يعني ما معنى أو ما أهمية إنك تجيب لي واحد بشكل ديمقراطي
ولكن يفشل في حل مشاكل الاقتصادية والاجتماعية وإلى آخره. إيه الجدوى؟ ما معنى الديمقراطية إذا لم تكن تعني تحسين مستوى حياة؟ فدي الحقيقة أفكار بتتم في الغرب. الناحية التانية الصين على وجه التحديد وأيضا روسيا بدأت تطرح مفهوم ومفاهيم وقيم مختلفة نابعة من ثقافتها وحضارتها. يعني كل واحدة منهم مش دولة عشوائية، ده بتمثل حضارة إنسانية ولها إسهامها الحضاري والثقافي لها. فهي بتقول ليه أنا أتقبل الإنتاج الفكري والبشري والقيم لحضارة أخرى؟ طب أنا من حقي يبقى عندي نموذجي الحضاري، ده نمرة واحد. حاجة تانية، أنا مريت بظروف تاريخية مختلفة، يعني أمريكا كان فيها عنصرية والمرأة السود حصلوا على حق مش عارف إيه والمرأة لا، ممكن الصين مجتمع مختلف، تجربة تاريخية، روسيا تجربة، فبيقولوا إحنا تاريخيا مختلفين، إحنا مجتمعيا مختلفين، يعني ممكن يبقى في مجتمعات متعددة الأعراق والأجناس إحنا أكثر تجانسا. أوكي. وبعدين بيطرحوا بقى فكرة النموذج السياسي القائم على مفهوم الكفاءة، الكفاءة في الحكم. فالصين بتقول أنا حاسبني، أنا قضيت قد إيه على الفقر، نسبة القضاء ورفع الناس من الفقر إلى مستوى الطبقة المتوسطة. قارن نظام التأمين الصحي عندي ومدى شموليته ومدى كفاءته بالدول الغربية. قارني في التعامل مع الأزمات زي أزمة كورونا وإلى آخره مقارنة بدول أخرى. فبالتالي بقى فيه طرح قيمي مختلف وقائم أيضا على فكرة أنت مش من حقك تفرض قيمك عليا، مش من حقك تتدخل في شؤوني الداخلية. وده الحقيقة عودة للفكر الغربي واتفاقية ويستفاليا اللي هي كانت بداية النظام الدولي، اللي هو مش من حق أي دولة تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. الحقيقة البيان الروسي الصيني اللي كان بعد القمة، أعتقد قمة سوتشي أو حاجة زي كده اللي تقابل فيها الرئيس الصيني والرئيس الروسي، جزء كبير جدا من البيان بيتحدث عن موضوع القيم. الفكرة بس مش رفض الهياكل والمؤسسات الدولية اللي أنشأها الغرب، ولكن بيطرحوا مفاهيم قيمية جديدة. طيب عليم، يعني أنا عارف هذا الموضوع يهمك كثيرا، احنا فكرة القيم هيترتب اذا يعني حدث هذا، وعايز اعرف رأي حضرتك. تمام. لا ان احنا هيبقى عندنا، يعني مش عايز اختزل القيم، لكن على الارجح هيبقى عندنا هنا يعني على قمة القيم في هذا الجانب الحرية، وعلى قمة القيم في الجانب الاخر العدالة. يعني غالبا العدالة بمفهومها الاجتماعي، مفهوم الاجتماعي. يعني غالبا اللي هو يعني واحنا كده بنعمل خلف دور للستينيات وخمسينيات القرن الماضي، يعني بنرجع مره ثانيه جزء منها رجوع للوراء. ده يبقى كويس. أنا يعني هذا ما يبدو لدكتور محمد بتبلور تاني بالطريقه دي ولا بس في افكار اخرى مش بس طبعا لا بتكلم على راس، لكن فعلا عوده لفكره راس السنام، انه العداله هنا يعني هي ام القيم، والحريه هنا ام القيم، وهنا قيم اخرى على مستوى بقى مضمون النظام، بمعنى انه احنا عندنا الان انقسام غصب عننا شايفينه هو جيوستراتيجي تمام وحضاري تمام. عندنا من يتعين الان لصياغه شكل جديد من القيم موجودين في الاورو اسيا وتحديدا في القسم الشرقي من العالم، والاخرين في القسم الغربي، واحنا عالمنا العربي في المنتصف. تتصور انه هذا المشهد اللي بيتبلور شويه بشويه هيسفر عن كتلتين كبار ولا ثلاث كتل، واحنا هنكون فين في ده لو صح توقعنا؟ يعني انا تقديري ان نحن فعلا في اطار صراع للقيم، لان الحريه والديمقراطيه الان وكما هي مطبقه في الغرب، فيما يبدو ان في انحاء كثيره من العالم ومن اوروبا ذاتها لم تعد كافيه او لم تسير وفق ما كان مقدرا لها او ما كان متصورا، بدليل صعود اليمين الشعبوي
للحكم في عديد من الأقطار الأوروبية، زي إيطاليا آخر شيء، وإيطاليا آخر شيء، نعم. وفرنسا يعني احتل المركز الثالث في الجمعية الوطنية إلى آخر. فبالتالي ظهور هذه النزعات اليمينية الشعبوية اللي هي بتشكك أولا في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتشكك في الاتحاد الأوروبي ذاته، وقد تنفصل عنه فيما لو اتيحت لها الفرصة. وفي نفس الوقت أيضا إن احنا لدينا لدى العالم مشكلة مع النمط الحضاري الغربي، لأن النمط الحضاري الغربي على عكس ما الحديث عن القوة الناعمة للغرب وكده، لكنه يفرض نفسه بشكل يكاد يكون قسريا. عمل كده في التاريخ، والآن يقوم بنفس هذه المهمة، إنه متصور إن هذا النموذج الحضاري اللي هو أنتجه هو النموذج الأمثل في العالم. معنى كده، المعنى الوجه الآخر للمسألة دي هو إن الغرب لا يعترف بشكل صريح بوجود حضارات أخرى ذات قيمة إنسانية فاعلة في العالم، كالحضارة العربية الإسلامية أو الحضارة الصينية أو الحضارة الروسية، وده حضارات عمرها طويل ومؤثرة، يعني سواء في تاريخ العلوم أو في تاريخ الثقافة. أو واللي أهم من كده إن لها قيم مختلفة عن القيم الغربية، لأن القيم الغربية الآن القيمة السائدة الحرية والفردية، صحيح، وإشباع الحاجات الأساسية وغير الأساسية، اللذة، مبدأ اللذة والمنفعة هو الذي يحكم، والاستهلاك هو الذي يحكم هذه الحضارة. ونحن رأينا تجليات إفساح المجال لتطبيق هذه المبادئ في الغرب، يعني إباحة الشذوذ والمثلية الجنسية وتقنينها وما دون ذلك من قيم. هذه القيم مرفوضة سواء في الحضارة الروسية أو في الحضارة الصينية أو في الحضارة العربية. فبالتالي نحن إذا تغير كبير في القيم في الفترة المقبلة، فيما لو تحول العالم إلى تعدد قطبي بالتنوع الذي نتحدث عنه الآن، سواء روسي، صيني، هندي، برازيلي، دي كلها حضارات لها جذور ولها ثقافات متجذرة ومتقدمة في الجماعية والحفاظ على الأسرة والحفاظ على الدين، على الدين باعتباره عصب الوعي الإنساني وعصب المساواة الإنسانية وجذر الحضارة البشرية. فبالتالي نحن على وشك تغيير مهم، والعالم العربي لابد أن يكون له نصيب فيه. نحن لا نجري الآن وراء الحداثة بمثل ما كنا نجري وراءها منذ فترة، صحيح. لا، نحن لدينا الآن يجب أن يكون لدينا إضافة للحداثة، إضافة إسلامية نوعية للحداثة تأنسن الحداثة بعد ما أصبحت الحداثة غير مؤنسنة، حداثة مدمرة، يعني خرابت البيئة وخرابت الكوكب وقارت الحروب وزورت العالم بأدوات دمار وشامل وغير شامل وكده. نحن بحاجة إلى إسهام حضاري عربي صيني روسي برازيلي هندي لدفع هذا التقدم الإنساني، مش للإنغراق للاستغراق في المبادئ التي رسخها الغرب والتي خبرها العالم منذ مئات السنين وقادت الى ما نحن عليه الحين. عظيم. ده السؤال الاخير وخليكم، يعني الوقت مش لصالحي قوي. هذا النظام بالشكل اللي احنا بنتخيله الان، ومع بدايه مش بدايه يعني الاشاره العاليه لاطلاقه وهي العمليه العسكريه الروسيه، هل سيولد ولاده قيصريه بأدوات خشنة أم سيولد ولادة طبيعية بتفاعلات هادئة؟ أعتقد بالاثنين، يعني بالأدوات الخشنة الحروب. وبالحروب وبالعقوبات الاقتصادية وأيضا بأدوات القوى الناعمة. ويعني النظام الدولي يعني مجازا اللي هو تشكل، بنقول تشكل بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه كان في انتصار لفريق وهزيمة لفريق آخر، والفريق المنتصر
وضع أسس هذا النظام. لكن احنا الحقيقة بنتكلم على معارك عسكرية في الساحة الأوكرانية، ولكن بنتكلم أيضا على معركة اقتصادية وتكنولوجية بين الصين، وده شيء مختلف وفريد. صحيح. لو اتكلمنا على المعركة العسكرية، الشكل اللي هتنتهي بيه في أوكرانيا بالتأكيد هيؤثر على شكل النظام العالمي المرتقب أو الجديد. لو روسيا انتصرت أو خرجت بشكل إنها منتصرة، ده هيخلق توازنات قوى جديدة في العالم، وهيقلل من تأثير الولايات المتحدة كدولة كبرى كنموذج، ومن دور أيضا حلف شمال الأطلنطي. فهنا هذه المعركة العسكرية الخشنة سوف يكون لها تأثير. لكن المعركة الأهم الحقيقة هي المعركة ما بين الصين والولايات المتحدة، والصين من الذكاء بحيث أنها لا تريد أن تدخل في مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة، ولن تقوم بالتصعيد مع تايوان بأي شكل من الأشكال على الأقل في المرحلة الحالية، لأن معركتها مع الولايات المتحدة معركة تكنولوجي ومعركة اقتصاد، والولايات المتحدة الآن تحاربها بأدوات الاقتصاد وبأدوات التكنولوجيا لمنع تقدمها. وبالتالي أيضا الانتصار في هذه المعركة التكنولوجية، المعركة الاقتصادية، هتؤثر على شكل النظام الجديد. ولو الصين انتصرت، نموذجها الاقتصادي هيبقى هو النموذج المهيمن. الصين أيضا أصبح لها الآن مؤسساتها اللي نسميها مؤسساتها الدولية. صحيح. بمعنى عندها ما يقابل البنك الدولي، لو البنك الدولي قفل الباب وفي وشك ممكن تروح لها. بدأت تستخدم القوى الناعمة، عدد الطلاب من الدول الإفريقية والدول الأسيوية والعالم النامي اللي بيدرس في الصين الآن أكبر من عددهم موجود في أي دولة غربية أخرى. فيعني باختصار، جانب لها معركة خشنة، وجانب لها باستخدام القوى الناعمة. طلع علينا ماذا ترى في ودي الكلمة الأخيرة؟ أنا يعني التجربة التاريخية بتقول أن أي نظام دولي ينجو عن الحرب، كما هو الحال في عصبة الأمم عقبة الحرب العالمية الأولى، ومنظمة هيئة الأمم المتحدة عقبة الحرب العالمية الثانية. ولكن في اللحظه الراهنه، لحظه الردع النووي وتملك اسلحه الدمار الشامل، ما حدش ابدا في الدنيا حريص على ان يدخل في مثل هذه الحرب العالميه، اللي هي العالميه وردة. العالميه الان نعم، على اساس وجود السلاح النووي. نعم. ولاحظنا كده، لاحظنا انه سواء من جانب روسيا، لا واحد مجرد تلويح بالسلاح النووي، لكنها على الاطلاق لن تستخدمه. وكمان الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلنطي يريدوا تجنب المواجهة مع روسيا، لأنهم يعلموا أنها قد تتحول إلى حرب شاملة مدمرة وفيها نهاية الكوكب. فبالتالي لا نتوقع يعني أن يتحول النظام إلا على ضوء المعركة العسكرية اللي هي لا تزال محدودة في أوكرانيا، يعني والتوازنات المرافقة ليها. وفي نفس الوقت كمان إن النتيجة اللي تنتهي إليها سوف تؤثر في حالة يعني النظام كما نراه الآن، أو حالة نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية. لكن زي ما قال الدكتور محمد، المعركة مع الصين أكبر، لأن الصين في الفترة الأخيرة كل مناوراتها العسكرية يعني كانت بسبب أنها شعرت أن مد صين واحدة ونظامان اللي هو متفق عليه بين الأطراف يكاد يختل في إطار التصعيد الأمريكي، وفي إطار لهجة تغير لهجة الخطاب الأمريكي. فبالتالي استهداف الصين، تحركت مناورات عسكرية حول في بحر الصين وحول تايوان وفوق تايوان، لا لشيء إلا وضمنت تايوان أنها جزء من الصين في
الميثاق الصيني دستور في المؤتمر الدستور الصيني على اساس انه ده يعني مبدا لا بد من العوده ليه، وهي نجحت اعتقد في هذه المهمه. لكن المعركة التكنولوجية والاقتصادية التي لأن الصين لها أدواتها زي ما قال الدكتور محمد، يعني مش بس البنك الآسيوي اللي بتساهم فيه بنسبة كبيرة، ولكن لها الحزام والطريق. الحزام والطريق ده منشآت بمليارات الدولارات تمتد من الصين إلى أوروبا ومرورا بآسيا والعالم العربي. فبالتالي الصين لها أدواتها الاقتصادية والتكنولوجية، والمعركة حتى الآن خليط بين الخشن المحدود من الدبلوماسيه والحرب والمواجهه المحدوده والقوى الناعمه الاخرى. انا حقيقه بشكر حضراتكم يعني شكرا جزيلا استاذ الدكتور محمد كمال مدير معهد بحوث الدراسات العربيه على تشريف حضرتك لنا، استاذ الدكتور عبد العليم محمد مستشار مركز الاهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه بشكر حضرتك ونشكركم مشاهدينا الكرام. يعني موضوعات ممكن بعضكم ما يحسش انها مهمه قوي النهارده، بس بصوا في الاسعار، بصوا في العيش، بصوا في القمح، بصوا هتكتشفوا كل اللي بنقوله ده بكلام هنا بعضه كده مجعلص شويه، هو في النهايه في بيوتكم موجود مرتبط بالواقع. احنا جزء من عالم والعالم بيتغير وان شاء الله يتغير للاحسن. نشكر حضراتكم ونخرج فاصل ونعود الى فقرتنا الاخيره مع استاذنا الدكتور علي الدين إلهي. اهلا بكم مشاهدينا الكرام مره اخرى في فقرتنا الرئيسيه واللي بننتظرها يعني في كل مره مع استاذنا الجليل استاذ الدكتور علي الدين هلال، مفكر سياسي استاذ العلوم السياسيه. والنهارده بالتحديد عايزين نتناقش مع سيادته فيما يخص مهمته الكبيره كمقرر عام للمحور السياسي في الحوار الوطني، ومعاه كمان كمقرر عام مساعد الاستاذ دكتور مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسيه في جامعه القاهره. دكتور علي احنا اول مره نستضيفك بهذه الصفه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كان معانا امبارح الاستاذ الدكتور احمد جلال وزير الماليه الاسبق واستاذ الاقتصاد ومقرر عام المحور الاقتصادي، واللي معاه كمان الاستاذ عبد الفتاح الجبالي كمقرر. والله استمتعت بالحوار، يعني تابعته كلمه كلمه واستفدت منه كثيرا، وارجو سبحانه وتعالى ان انا يعني ارتفع للمستوى ده. ربنا يحفظك. العفو العفو. طيب دكتور علي احنا عشان برضو الساده المشاهدين بنديهم فكره معلوماتيه. الاول ان احنا عندنا ثلاث محاور في الحوار الوطني. خمس ثلاث محاور في الرئيسيه، سياسي واقتصادي ومجتمعي. وقبل ما اقولهم ايه بس بطمن تاني الساده المشاهدين وجمهور مصر العام عموما، زي ما كنت بقول امبارح احنا بننتهي الان في غضون ايام من اجراءات الانعقاد، وان الحوار زي ما حضرتك عارف يعني تنظيمه بذل فيه جهد كبير جدا. حضرتك معاك المقررين اللجان اللي في المحور السياسي بذلت جهد كبير جدا، ومجلس الامناء بيتابع يعني هذا الجهد معاكم، لانه الحوار وده خليه بقى هو تعليقنا الاول. الحوار في النهايه لا نقصد منه ابدا مجرد تفتيح مواضيع ويذهب كل منا الى بيته ويسجل موقفه وينتهي الامر. الدعوه الرئاسيه الى وضع اولويات للعمل الوطني اما تشريعيه او تنفيذيه ورفعها للرئيس لدفعها الى البرلمان او اصدار قرارات بها. وبالتالي ربما البعض يرى ان الوقت طول شويه في التحضير، قد يكون ده يعني في محله، لكن كان عندنا كمان استحقاقات كثيره في مصر في الفتره الماضيه، اخرها في يعني من بدايه شهر نوفمبر سواء مؤتمر القمه العربيه ثم الكوب ثم ثم ثم. حضرتك شايف انه بشكل عام لمثل هذه الحوارات الوطنيه الجاده التحضير ده طول شويه ولا احنا يعني في المساحه المعقوله حتى الان بصراحه؟ يعني طول يعني شوف دي مساله هيختلف فيها الناس. تمام. في ناس بتعتقد انه طول شوي وبالذات اللي مش عارفين تعقيدات الموقف. طب ما تقول لنا شويه من التعقيدات دي. ها؟ ما تقول لنا شويه من التعقيدات. ايه؟ قول لنا شويه من التعقيدات بدون تفاصيل. يعني تعقيدات ابتداء من
الاصل الاتفاق حول اشخاص المقررين والمقررين المساعدين. يعني انت في النهايه عندك حوالي عند 19 لجنه، 19 لجنه في ثلاث محاور، في ثلاث محاور 44 شخص، 44 شخص اجمالا. زائد المقررين العاملين والمساعدين لكل واحد فيهم يبقى 50، ال 44 اجمالا 38 زائد 6 زائد 6 التوافق عليهم. يعني ده لم تكن مساله سهله يعني، من يعني مما الواحد استمع اليه الى اخره، وبالذات ان مجلس امناء الحوار اراد ان يبقى ممثل لكل التوجهات السياسيه الموجوده في البلد دون تمييز بينها، دون تمييز بينها. ربما بعض الناس بيعتقدوا ان الاصوات او الـ 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 المخالفه لاراء الحكومه بارزه اكثر مما ينبغي، وبعض الاشخاص يعني المتحمسين للدوله سياده الدوله بيشعروا ربما انه كان مفروض الاصوات المواليه للحكومه تبقى اكثر او شيء من هذا القبيل. ايا كان، انا بعتقد اللي احنا خرجنا بيه او مجلس امناء الحوار خرج بيه مساله متوازنه. بيجي بعد كده لا بتجتمع، لا في خلافات بين الناس وساعات بعضها شخصية وبعضها يرتبط بمواقف سياسية متبادلة. يعني فكان برضو انت عايز عملية تليين، ان بعض الاشخاص دول عمرهم ما اجتمعوا مع بعضهم وجها لوجه، فبرضو كنت عايز وقت لتليين المسائل دي وتوضيح ان نقاش بين الناس يؤدي إلى الوصول إلى توافقات، وإن ما يبدو في الأول ناس مختلفة اختلافات شاسعة لما يقعدوا يتكلموا يبدأوا يسألوا بعض أسئلة وتقصد إيه بكده، طب هل ممكن نعمل كده؟ وأنا يعني من الأشياء اللي عايز أكد عليها في كلام الدكتور أحمد جلال امبارح اللي هو فكرة السؤال الصحيح. نعم. وهدف الحوار في كل جل ازاي تسال الاسئله الصحيحه، وسؤالك السؤال الصحيح وطرح الاسئله الفرعيه بتاعته. لذلك انا عايز اقول ان الحوار اذا قدرنا ننفذه جد مش بنناقش قضايا. نعم. مش عايز اقول مثلا قضيه تطوير عمل الاحزاب السياسيه. دي عباره عامه صحيح. تصلح لكل زمان ومكان. انما عايز تسال اسئله محدده. اسئله محدده. يعني كيف يتم تمويل الاحزاب السياسيه؟ هل يكون للدوله دور في تمويل الاحزاب السياسيه ام لا؟ لماذا هناك عزوف سياسي عن الانضمام الى الاحزاب السياسيه؟ ليه؟ نفس الشيء لما نتكلم على المشاركه السياسيه، لماذا المشاركة السياسية في مصر في الانتخابات محدودة؟ وإن احنا بنرى في العموم يعني ساعات التنافسات على مجلس إدارة نادي من الأندية أشد شراسة وأكثر عنفا من الانتخابات البرلمانية أو شيء من هذا القبيل. ليه؟ إذا قدرنا نجاوب ليه، طب كيف؟ في النهاية برضو من اللي اتقال امبارح، مش حوار من اجل الحوار، انما الحوار من اجل الوصول الى قرارات تنفيذيه او تشريعات. طيب كاستاذ علوم سياسيه واستاذ نظم سياسيه بالتحديد والخبره الطويله جدا لعقود في العمل العام والسياسي، المشهد اللي حضرتك شايفه كمقرر عام للمحور السياسي واللي انت اشرت اليه حضرتك من شويه، ان احنا عندنا الاول مجلس امناء الحوار اللي بيمثل الوان مختلفه واللي بيتحول تدريجيا لكيان، وعندنا مقرري اللجان اللي هم حضرتك زي ما قلت اتونا من منابع مختلفه. حضرتك اذا كان الحوار جزء من اهدافه الرئيسيه في ظني هو خلق حاله الاخذ والعطاء دون اتهام من هنا او من هناك بالتقصير او غيره، هل حتى اللحظه الهدف ده متحقق بطريقه ما ولا لا؟ نعم، لا متحقق بالتاكيد، وهقول ثلاث او اربع نقاط بشكل سريع جدا. النقطه الاولى
انه اوجد الدعوه للحوار اوجدت حاله من الحوار العام في المجتمع. وزي ما ذكرت قبل كده انه ظهر على شاشات التلفزيون المصري في البرنامج ده في كثير من البرامج اشخاص كانوا قد اختفوا من الحياه العامه لعده سنوات. صحيح. اتكلموا مده ساعه ساعتين، طرحوا كل افكارهم بكل حريه واستمع اليها باحترام وتقدير بغض النظر تختلف معاها او اذا اوجدت في حاله حوار في المجتمع. في المجتمع اللي انا اعلمه ان عدد من الاحزاب السياسيه عملت ندوات مؤتمرات الى اخره، عدد من النقابات وذات المرتبطه بالمحور السياسي عملت اجتماعات ومناقشات. اذا اول نقطه حدث حاله حوار عام في المجتمع. وظني او اعتقادي ان لما دعوه الرئيس عمل حاله حوار او دعوه لحوار وطني لم يكن المقصود مجموعه حوارات تتم في غرف مغلقه حتى كان التلفزيون بيغطيها، انما لا، انت عايز تمتد هذه الحوارات الى ارجاء المجتمع وربوع المجتمع المختلف. دي النقطه الاولى. تمام. ده انعكس برضه في الصحافه، في الاعلام، في المواقع الاخباريه. بعد كده لما اشوف التقارير الاوليه اللي رفعتها المحاور الثلاثه الاقتصادي والسياسي والمجتمعي، اقول انت عندك كشف بكل مشاكل، اوجاع، تحديات الدولة والمجتمع المصري. صحيح. يعني لما اشوف الثمان موضوعات اللي اثيرت بالامس مع الدكتور احمد جلال، لما اشوف الست موضوعات اللي في المحور المجتمعي، لما اشوف الخمس موضوعات يكاد لا توجد قضية وجع حد في المجتمع، وجع حد او حد من المجتمع، فئة او مجموعة مهتمة بيها، مش موجودة. اذا ايضا شمول لم يحدث اقصاء لاي موضوع. صحيح. ثم رقم ثلاثة ودي النقطة الاخيرة، المبادئ اللي وضعتها أمانة الحوار، مجلس أمناء الحوار، إنه التمثيل المتوازن لكل الاتجاهات، وبالتالي لما تنشر الأسماء في كل المحاور كل المجتمع هيلاقي نفسه فيها، كل اتجاه سياسي، كل قوة سياسية، كل حزب سياسي، المستقلين ممن لا، الخبراء، الجامعات، مراكز البحوث، كل فئات المجتمع المهتمة بالشأن السياسي أو شأن، هتجد نفسها فيه، وهتجد فيه أشخاص معبرة عنها وممثلة لأفكارها. إذا أنت حصرت كل الموضوعات دون إقصاء لموضوع لأنه حرج، لأن فيه حساسية، وبالذات في المحور السياسي. وكل الناس والآراء مطروحة. عظيم. ثم انتوا ايضا اثرتم امبارح مع الدكتور احمد جلال انه اذا توافقنا على رأي اهلا وسهلا. صحيح. هنكتب التوافق. ما توافقناش كل رأي او كل رأي معتبر. مش رأي فردي يعني. انما في اغلبية وفي عدد اقل من الاغلبية بحد اقصى ثلاث اراء، كل الاراء تكتب وتكتب مبرراتها وترفع الى مجلس امناء الحوار. طيب حصل لنا سؤال يمكن البعض ما توقعهوش وانا منهم، ما كنتش متوقعه. إيه؟ لما جينا نستعرض، اول حضرتك ذكرت بدقه ان الحوار شمل كل الموضوعات، كل الاوجاع، كل الالام، كل ما هو يشكى منه. لما جينا للاسماء، واحنا زي ما قلنا الحوار بيتلقى اربع مصادر بترسل الاسماء المتحدثين. المصدر الاول هو القوى المختلفه سياسيه وحزبيه ونقابيه وغيره. اثنين
اقتراحات السادة مقرري العموم ومقرري اللجان. ثلاثة الناس والمواطنين وغير الناس اللي أرسلوا مقترحاتهم بالفعل مكتوبة على إيميل الحوار الوطني. أربعة الاقتراحات مجلس الأمناء. لما جينا في الوهلة الأولى وده في المحور السياسي حضرتك تعرفه، المفاجأة كانت بالنسبة لي بالرغم أن احنا كلنا من أبناء العمل العام، هذا القدر والعدد الضخم من القادرين في مصر والذين لديهم سير ذاتية يستطيعون في كل لجنة من الـ19، وهم بالمناسبة حضرتك الجمهور يمكن ما يعرفش ده، ليسوا بالمئات بل أكثر من المئات. هل دي كانت مفاجأة لحضرتك أن هذا البلد بيكون هذا القدر من الكفاءات بتنوعهم بقى؟ يعني هستأذنك أقول لك لا. كان في نغمة أيوة ظهرت في مصر سنوات يقول لك استنزاف النخبة المصرية، تجريف النخبة المصرية. أنا رأيي ده كان موقف سياسي مش موقف موضوعي، مش وصف حقيقي، مش وصف حقيقي. ممكن يتقال إن في جزء من النخبة تراجع عن العمل العام، يعني فضل الصمت أو السكوت، أو إن جزء من هذه النخبة أجبر على الصمت أو السكوت. إنما لم يحدث قط إن احنا نقول إنك عندك عجز أو قصور في أي قضايا سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، بل في فوائد كثيرة، في أعداد ضخمة، أعداد ضخمة. ودي نتيجة إن النخبة السياسية المصرية، النخبة التعليمية المصرية، النخبة الفكرية، مش نخبة بنت يوم أو اتنين أو تلاتة، دي بنت 200 سنة، بنت المدارس اللي عملها محمد علي باشا، والبعثات اللي طلعها محمد علي باشا في الخمسينات والستينات من أول رفع الطهطاوي 1832. فأنت عندك هذا الميراث الهائل الذي لم ينقطع قط، بل بالعكس في روافد جديدة، نظم تعليم مختلفة، جامعات أكبر، مراكز بحوث أكتر، احتكاك مختلف ومتنوع بالعالم. لما يعني خدمت فترة كمدير مركز البحوث السياسية في جامعة القاهرة، في أي موضوع ممكن تلاقي 4 و5 و6، إذا أنت عملت واجبك صحيح. لكن لو تعتمد على ذاكرتك وأصدقائك لا هتلاقي عدد محدود. لكن لو بدأت تقول طب جيبوا لي القوائم، جيبوا لي كذا، شوفوا لي قسم كذا في الحتة الفلانية، لا هتلاقي كثرة من الخبراء والمتخصصين. طيب في الموضوعات حضرتك ذكرت الموضوعات، وأنا يعني الإجابة الصريحة المعتادة من أستاذي الدكتور علي الدين هلال، إحنا عندنا 5 لجان في المحور السياسي. نعم. لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، حقوق الإنسان والحريات العامة، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة النقابات والمجتمع الأهلي. أنا هقول ملاحظة صغيرة وأسأل السؤال. الملاحظة الصغيرة إن البعض كان يظن وربما كان يروج إلى إنه مش هيجي في الحوار الوطني لجنة بعنوان حقوق الإنسان والحريات العامة من الأصل، يعني هتخبأ ورا شيء تاني، وإنه مش هيجي لجنة بعنوان مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي. ده كان يعني حضرتك لما يعني ساهمت وقمت بالعمل في خلال هذه اللجنة، هل في الموضوعات ومنتهى الصراحة الشديدة الموضوعات، إن كل لجنة فيها موضوعات فرعية وأنا حد بعض النماذج بعد شوية، هل وصل أو نما إلى حضرتك اي خط احمر من اي نوع حول اي مقترح في اي لجنه في اي موضوع فيها من اللجان الـ5؟ اجابه قاطعه لا، بالعكس. يعني الاكثر من كده، احنا جالنا مره يعني اختار او توجيه من امناء الحوار، يا اخوانا وانتوا بتعملوا الموضوعات لا يكفي تعمل قائمه الموضوعات، ابرز الموضوعات الاولويه مزبوط. اللي الراي العام او المجتمع السياسي متوقع ان انتوا تتكلموا فيها. صحيح. وهاخد حضرتك الموضوع بتاعك اللي انت تقول الحقوق والحريات العامه. نعم. انا عايز بس طبعا اقول يعني اللي انا هقوله دوت الفضل فيه يعود سواء في هذه اللجنه او في غيرها الى زملائي المقررين والمقررين المساعدين لكل محور. فانت بتتكلم على موضوع الحقوق والحريات العامه،
المقرر بتاع هذا المحور زميلتي الدكتورة نيفين مسعد. نعم. والمقرر المساعد الأستاذ أحمد راغب، وأنا لم أكن أعرفه لكن صحيح. يعني أعجبت به وبفانيه في العمل فيه، وهو محامي نشط في مجال حقوق الإنسان. الموضوعات اللي تم اختيارها يعني هتبدأ بالمحاكمة العادلة للمحتكزين والمعتقلين، وكيف نضمن ايه في القانون ممكن يحتاج الى تعديل. هنتكلم على الحبس الاحتياطي وايه كيف يتم تنفيذه، هل في مجال لتغيير هذا الوضع لتحقيق، انت في النهاية في مجال حقوق الانسان عايز تعمل توازن بين حاجتين، امن الدولة والمجتمع وحرية الافراد. صحيح. يعني لا عايز الحرية الفردية يعني تنطلق ويتم اساءة استخدامها بما يهدد امن المجتمع والدولة، في نفس الوقت مش عايز ان تحت شعار الامن تكمم الافواه او تكتف الايدي والاقدام. ايه بقى التوازن ده؟ التوازن ده ممكن يختلف من مرحلة الى مرحلة. ربما انا في مرحلة عندي تهديدات كبيرة جدا، انا هقول يعني بشكل صريح جدا 2013 2014 2015 كان التهديدات اللي موجودة على مستوى دولة ومجتمع كبير جدا، وكانت مصر مهددة بالفوضى، ولو تفتكر كان الشعار وقتها تثبيت الدولة. صحيح. ما بقى حد بيقول الكلام ده دلوقتي، لان كانت مؤسسات الدولة مهتزة، بعضها مش واثق بنفسه، وبعضها كان بيتعرض لاعتداءات من المجتمع او من بعض فئات المجتمع. صحيح. طيب اضطريت في هذه الظروف تأخذ قرارات معينة او تصدر تشريعات معينة. طب النهاردة بعد 7 سنوات تغيرت الظروف، تغيرت المعادلة، ألا ينبغي ان انا اعيد النظر في بعض هذه الأوضاع والقوانين؟ صحيح طبعا، بما يتجاوب مع الحالة الجديدة. أنا رأيي ورأيي ده أهمية الحوار في الحتة دي بالذات. في الحتة دي بالذات إنه ساعات لما بوضع قانون طلع سنة 14 ويتم الاسترخاء والاستكانة له، نعم، وإن الأجهزة والناس تتعود عليه وتعتبره جزءا من طبائع الأمور، لا هو مش طبائع الأمور، ده القرار ده اتخذ في ظرف معين. نعم. وبالتالي هقول لحضرتك حاجة ومش عارف الناس كلها عارفة هذا الكلام ولا لا، في الوثيقة اللي أصدرتها الدولة استراتيجية حقوق الإنسان، في هذه الوثيقة بيتكلموا على عايزين نبحث عن بدائل أو أساليب لموضوع الحبس الاحتياطي. إذن يعني عايز اقول صحيح. مش صحيح. ان هو يعني مش ان دوت بتعمل لجنه العفو الرئاسي بتعمل لكن انت مش سعيد انك مضطر لاتخاذ بعض الاجراءات. الحوار حيناقش قضيه الحبس الاحتياطي وقضيه القرارات الاحترازيه بعد الافراج عن الناس، يعني انه يعود الى عمله، انه يبقى له حق، انه له حساب في البنك يتفتح الى اخره، في مشاكل تنفيذيه، كل ده هيتناقش. وانا تعمدت اقول هذا يعني عشان اللي بيستمع يشوف ان 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 نوعيه فتحه الشب فتحه البانوراما اللي فاتحينها واسعه جدا. طب تسمح لي اضيف فتحه اكثر من واقع اللي قدامي اللي هو مرفوع من حضراتكم لمجلس الأمناء لموضوعات في اللجان المختلفة، واللي مجلس الأمناء تقريبا خلاص أقرها بالأمثلة بالإضافة اللي قاله الأستاذ الدكتور علي دين هلال. عندنا حاجة اسمها أوضاع السجون ومراكز الإصلاح ومراكز الاحتجاز والإشراف القضائي عليها واللوائح المنظمة لها، ده جايبينه من الدستور مش من عندنا، انتوا اللي بعتولنا الدستور بيقول كده. صح كده. تعالوا شوفوا عندنا الحبس احكام تقييد الحريه بشكل عام والحبس الاحتياطي والتدابير المترتبه عليهما. صح. في تدابير بتبقى ضد المتهم والتعويض عنه.
صح. وذلك وفقا للدستور، الدستور في ماده بتقول التعويض عن الحبس الاحتياطي ونظمه القانون، ما صدرش بيها قانون. مثال اخر، جريمه التعذيب. مظبوط، جريمه لا تسقط بقاضي وفقا للدستور. طب ايه تعريفها؟ ايه سبل اقامه الدعوه الجنائيه؟ وايه حدود او طرق تعويض المضرور؟ دي يا جماعه دي لجنه من لجان الدكتور علي بيشرف عليها هتناقش ده. طب في حريه الراي والتعبير، ده احنا حقوق الانسان اهو، بس احكام حريه وسائل الاعلام والصحافه واستقلالها وحيادها وتعددها وفقا للماده 71 من الدستور في القانون المترتبه ولا العقوبات السالبه للحريه في قضايا النشر والعلانيه. قانون حريه تداول المعلومات، احنا بنتكلم في طب حريه البحث العلمي والمواقع الالكترونيه. المواقع الالكترونيه طبعا، حريه البحث العلمي والاكاديمي، الحريات الاكاديميه موجوده، والحريه والحقوق البيئيه، مفوضيه القضاء على التمييز. مظبوط، ده لجنه واحده مش كده يا دكتور؟ طيب. من خمسه. طيب. عشان الخص حضرتك قلته، يعني لا توجد قضيه ممنوعه او محبوسه عن التداول. ايه المحك بتاعنا لما تقال لنا انتوا لجنه محور سياسي وكذا؟ يا اخواننا شوف الدستور بيقول ايه. ايوه، الدستور هو الذي يحكم العلاقه بين الدوله والمواطنين وبين المواطنين بعضهم والبعض الاخر. تم دراسه ايه مواد الدستور؟ طب الدستور فيه مواد ما اتطبقتش؟ هنسال طب ليه ما اتطبقتش؟ ليه ما اتنفذتش؟ ليه كان المفروض تطلع قوانين؟ طب ما طلعتش ليه؟ اذا كان هناك ما برر ذلك من قبل، هل ما زال ده موجود ولا نقدر نعمله؟ وبعدين كمان ساعات القانون موجود لكن لا ينفذ. صحيح. فايضا جزء من البحث برضه في اطار، يعني برضه تعبير جميل اتقال امبارح، احنا لسنا في مجال لا عايزين نحاسب حد ولا نخطئ حد. صحيح. ولا نصفق لرأي حد، إنما الدستور بيقول إيه، القانون بيقول إيه، وبنقول يا أخوانا هل الحاجات دي متطبقة ولا لأ، وإذا كان في يعني ما يحل دون تطبيقها طب ما تيجي نتكلم فيها على إيه. وإحنا بنعمل الكلام بناء على دعوة رئيس الجمهورية اللي قال ناقشوا الحاجات دي. في النهاية بترفع هذا الكلام لصاحب الدعوة، انما لا يوجد موضوع محظور. وحضرتك نفس الشيء قانون بشر الحقوق السياسيه، تمام، نظام الانتخاب. في اعتراضات من بعض القوى والاراء على نظام الانتخاب بالقائمه المطلقه، اهلا وسهلا. طب ايه النظم الانتخابيه الاخرى الممكنه؟ كذا كذا كذا. طيب هل نستطيع نطبقها في اطار الحصص اللي نص عليها الدستور؟ اهلا وسهلا. واتقال بعض الاحزاب عندها مشروعات لقوانين او لافكار. صحيح. هيتم بحثها. يعني لا يحدون في كل هذا العمل الا يعني خلق مزيد من حاله التسامح السياسي وحاله الاستقرار السياسي وحاله التعبير الحر عن الآراء في مصر. طب في موضوع التمثيل النيابي تاني بقى أضيف وأكد على اللي حضرتك القانون اللي هو لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي اللي تم يعني إقراره بعد طبعا مع حضرتك بعدتوه. الموضوعات النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية اللي أنا قلته ده، واحد مجلس النواب، مظبوط، اتنين مجلس الشيوخ، ده نظام وده نظام، مظبوط. القضية التانية الاشراف القضائي، مظبوط، بين احكام الدستور والضروره العمليه. طيب انا عايز اقول كلام واضح بقى. لان دي موضوع برضه هيتناقش. ايه؟ هيتناقش. مظبوط. لا عايز اقول لحضرتك حاجه. نعم. يعني هو السؤال ايه؟ وفق نص الدستور والكلام دوت ان مفيش اشراف قضائي عوده الى الوضع القديم. في مخاوف. صحيح. واعتقد مخاوف مشروعه. ان هل الغاء الاشراف اللي هو قاضي لكل صندوق، خلاص الدستور قال انتهينا لسنه كذا، هل ده هيؤدي الى ممارسات كلنا شفناها وتدخل بيروقراطي مش كله جاي بامر من الدوله؟ طبعا مش كله جاي
إنما عادات سيئة محلية، تدخلات محلية لها أساس عائلي قبلي شخصي. هل السؤال لازم نناقش؟ طيب بما ان ما فيش الاشراف القضائي بالمعنى القديم، بالمعنى الـ نعم. كيف نحقق جودة الانتخابات، نزاهة الانتخابات؟ الانتخابات دي معناها ايه يا استاذ ضياء؟ معناها حق الشعب في اختيار من يمثله. فاذا انت اجريت انتخابات لا تحقق هذا الهدف، سقط معنى الانتخابات. لو عملت انتخابات قاطعها او هجرها اغلب الناخبين، يبقى انت ما عملتش انتخابات. صحيح. فانا عايز اقول الانتخابات مش معنى قانوني واجرائي فقط، لها مضمون سياسي. نعمل انتخابات يكون فيها بدائل مختلفه، تنافس معين، ان يقبل عليها الناس، وانه نطمئن ان الاصوات اللي وضعت في الصندوق هي التعبير عن راي الناس. ودي من القضايا اللي قضايا وفي قضيه طبعا. الهيئه العليا للانتخابات بالموضوعات اللي هم عاملينها. نعم. وفي موضوع بقى عام، هو بيقول لك انت هتعمل لي قانون مباشر خصوصيه وقانون كذا وقانون كذا. ايوه. لكن انا عندي مشكله اعمق. تمام. ضعف المشاركه السياسيه في مصر. صحيح. ان في عزوف عن المشاركه، في لا مبالاه. احنا بقى في مفارقه غريبه جدا يا استاذ ضياء. نعم. يعني انه هذا الشعب اللي نزل بملايين في 2011 ونزل بملايين اكثر في 2013، يعني هو قادر على الحركه وقادر على ان يقول لا. تمام. طب ليه لما بنعمل انتخابات لا يشارك بالتصويت باعداد كبيره؟ وعايز اقول، انا بتكلم بقى كده استاذ جميع، نسب المشاركه حتى في الانتخابات التأسيسيه، يعني في الانتخاب اول انتخابات جرت بعد ثوره 2011، نعم، لا حاجه 40%. في بلاد تانية في مثل هذا النوع من الانتخابات بعد انتفاضات شعبيه كبيره جدا بيبقى حاجه و60 حاجه و70. ليه؟ ونتعامل مع هذه الامور. ممكن يبقى في اكثر من سبب ونتعامل مع هذه الأسباب. طيب. وكاتبين حضرتك لائحة مجلس الشيوخ ولائحة مجلس الشعب، يعني مفيش رغم اللائحة بتتغير من برلمان إلى برلمان. صحيح. وهي متروكة للبرلمان، احنا بننظم قواعد كيف يأتي البرلمان، مش كيف يدير أعماله. ال 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 في النهاية يعني المسح اللي احنا عملناه كده نفس الشيء في الاحزاب السياسيه، نفس الشيء في العمل الاهلي والجامعات الاهليه والعمل النقابي، نفس الشيء في الاداره المحليه والحكم المحلي. لا توجد قضيه خارج مجال البحث. يعني التحدي بيني وبينك بقى، هل الوقت المتاح لنا هيسمح لنا بمناقشه كل هذه الموضوعات بشكل يعني اللي احنا عايزينه ولا لا؟ صحيح. يعني بحصر، ده تحدي اخر. بحصر احصائي بسيط جدا، وده يمكن في نهايه حلقتنا دي، انا الخمس لجان لو بصيت كده متوسط، الخمس لجان اللي هي جوه المحور السياسي فقط، وفي كل لجنه منهم عملت يعني متوسط لعدد الموضوعات ذات الاولويه، لان حضرتك انت دي القاعده اللي اتفقنا عليها مع بعضنا كلنا، هنلاقي ان احنا متوسط 6 موضوعات في كل لجنه. يعني عندنا 30 موضوع رئيسي من اول حضرتك زي ما بتقول الاحزاب وتمويلها وكيفيه دعمها وازاي ان احنا نزيل معوقات امامها، مرورا بقوانين الانتخابات النيابيه سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ، مرورا بتشكيل المجالس المحليه وقانون لانتخاباتها، مرورا بحقوق الانسان اللي استفضنا فيها من شويه وحريه الراي والتعبير، مرورا بالمجتمع الاهلي والنقابات، واحنا عندنا نقابات مهنيه بس 25 ونقابات عماليه، اتحاد العام لعمال مصر بيه عشرات من النقابات، والمجتمع الاهلي فوق ال 55,000 جمعيه. بمعنى اخر انه زي حضرتك بتقول يعني ملف مثقل
بالموضوعات، وما فيش ما اظنش ان الساده المشاهدين اللي قدامنا دكتور علي بالعرض السريع اللي قلناه لقوا قضيه غايبه. في قضيه غايبه من اللي احنا بنتكلم فيه حضرتك شايف، وهل حضرتك بتقول وده التحدي اللي قدامنا انه خلال مده مش طويله قوي لابد ان يبقى عندنا في كل حاجه من دول اما مقترح تشريعي او مقترح تنفيذي واحد متفق حوله او اكثر من عدد. هنقدر نعملها يا دكتور؟ ان شاء الله نعملها، لانه يعني انا لازم اشكر يعني اولا زميلي الدكتور مصطفى كامل السيد المقرر المساعد، واشكر العشر مقررين ومقررين مساعدين للخمس لجان، عملوا جزء كبير جدا. حسن اختيارهم ان هم اشخاص بغض النظر عن التوجه السياسي فاهمين موضوعهم وفاهمين المشاكل بتاعتها، سواء من الناحيه القانونيه او من الناحيه يعني لجنه مواجهه الحقوق السياسيه دكتور محمد عبد الغني، دكتور محمد شوقي عبد العال، لجنه المحليات دكتور سمير عبد الوهاب والاستاذ علاء عصام، علاء عصام النائب، لجنه الاحزاب سياده النائب ايهاب الطماوي والاستاذ خالد داوود، ولجنه العمل الاهلي الدكتور احمد البرعي والاستاذ ماجد مجدي البدوي. نعم. ودول انا قلت طبعا اضافه الدكتور نديم مسعد والاستاذ احمد راغب هو الانسان اسمهم بيتقال مرتين كده حضرتك. صحيح صحيح. انا مره حضرتك يعني عايز اقول يعني اللي احنا قلناه ده جهودهم هم. وابقى انا والدكتور مصطفى بنغير في حاجه، بنزود حاجه، بنتشاور معاهم ما نحط دي بدل دي الى اخره. لكن جهد جماعي، وبعتقد طبعا احنا بعض اجتماعاتنا حصل فيها يعني يعني علو صوت يعني في الاول كده او حاجه، وبالذات اغلب الاحيان كان سوء فهم الكلمه او حاجه زي كده، لكن بمجرد ما تخلص يعني مجموعه الاشخاص انا بعتز بيهم جدا، اشخاص على وعي سياسي عالي جدا وعلى خلق كريم عالي جدا، واعتقد ان شاء الله ان شاء الله نعمل عمل كويس او ربنا يكرمنا وننجح في اللي احنا كلفنا بيه. ده بجهد حضرتك يا دكتور وكل الزميلات طبعا والزملاء، واحنا يعني بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا يعني التقديم للمهمه الصعبه اللي حضرتك بتشارك فيها، لكنها تاريخيه انا متاكد انها هتضاف يعني للسجل الحافل للاستاذ الدكتور علي الدين هلال في العمل العام والاكاديمي والبحثي و يعني كل ما يخدم هذا البلد. والله عارف هقول حاجه يعني ايه؟ يعني اذا كان دي تبقى اخر عمل اعمله في حياتي ربنا يحفظك، يعني هبقى سعيد جدا ان عملت شيء متواضع جدا لخدمه بلدي واهلي. ربنا يحفظك يا دكتور، ونشكرك شكرا جزيلا. استاذ الدكتور علي الدين هلال المفكر السياسي، استاذ العلوم السياسيه، القائم حتى نهايه الحوار الوطني بمهمه المقرر العام للمحور السياسي، بشكر حضرتك شكرا. شكرا جزيلا استاذ ضياء، متشكر قوي قوي قوي. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا النهارده الجمعه، ونلتقي مع حضراتكم على خير ان شاء الله يوم الخميس القادم.